أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء. أهلا بكم في الحلقة الأولى من مراجعة ليلة الامتحان في اللغة العربية للثانوية العامة 2020، وهيكون في ضيافتنا مستر محمد السخاوي. وهنديكم نبذة سريعة كده عن مستر محمد السخاوي، لأن هو موجود معنا في الحلقة النهاردة بناء على طلب عدد كبير جدا من الطلبة. مستر محمد السخاوي طبعا يعتبر السنة دي بس عامل على اليوتيوب 200 ألف مشترك وعامل 12 مليون مشاهدة، وبالتالي الطلبة كلها عايزة مستر محمد السخاوي، عشان كده هو موجود معنا النهاردة في المراجعة، فمش هنسيبه النهاردة ولا بكرة عشان إن شاء الله كل الطلبة بتاعتنا تضمن 80 درجة. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا مستر أحمد. شرفنا. ربنا يخليك. شرفنا وتشرفنا كالعادة، وطبعا زي ما وعدنا الطلبة احنا عايزين الدرجة النهائية بعد الأربع حلقات اللي احنا نعملهم إن شاء الله. نحاول إن النهاردة عاملين طبعا حلقتين، وبكرة يكون إن شاء الله في حلقتين ان شاء الله. وهنرحب برضو مع بعض يا جماعه بمستر حسن الجزار، كبير اخصائيين اللغه العربيه ورئيس قسم اللغه العربيه بمدرسه نور الخطيب وسانت كاترين. مساء الخير يا مستر. مساء الخير، شرفتنا وشرفنا كالعاده. يلا ان شاء الله نبدا الحلقه مع بعض، ونتمنى لكم ان شاء الله حلقه موفقه وتفيد الطلبه بتاعتنا. بس قبل ما نبدا الحلقه، عايز من الاستاذ حسن باعتبار ان هو خبره معانا في الحلقه، عايزين حضرتك كده في دقيقتين تدينا بعض الرسائل الطمأنة للطلبة اللي قاعدة بتذاكر في البيوت في وسط الظروف الاستثنائية اللي احنا يعتبر مصر كلها بتمر بيها والعالم كله بيمر بيها. يعني احنا بسم الله الرحمن الرحيم، اهم حاجة نبعد عن التوتر. امتحان ثانوية عامة امتحان عادي يعني، وان شاء الله كده هتلاقي الطلبة هتلاقي الامتحان سهل، موجود في المقرر وسهل، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. حابب تقول اي حاجة سريعة يا مستر محمد لطلابك؟ احنا بنطمن كل الطلبه وبنقول لهم ان شاء الله الامتحان، احنا من 2014 متعودين من الامتحان اللغه العربيه ما فيهوش اي الغاز ولا اي صعوبات من 2014، فده وقت كافي جدا ان احنا نطمن الطلبه ان الامتحان ان شاء الله يكون في مستوى الطالب المتوسط والطالب برضو المتفوق، لان طلابنا كلهم متفوقين ان شاء الله. وباذن الله نبعد عن التوتر، واهم حاجه نقدر نستغل الوقت في اليومين اللي باقيين عشان نقدر نوصل لاعلى درجات واعلى تميز ان شاء الله باذن الله في الامتحان ان شاء الله. حلقه موفقه، ونبدا مع بعض حلقتنا كده. اتفضل يا استاذ محمد. حبيبي، احنا هنبدا البوكلت الاول، هنراجع مراجعه ليله الامتحان على بوكلتين. البوكلت الاول مجاب عنه في بعض الاسئله المهمه، هنبدا بالتعبير 14 درجه ونبدا بالتعبير الاجباري. نستاذن المخرج الجميل يجيب لنا الصفحه رقم 1 من البوكلت الاول. التعبير الاجباري بيقول: عبر في سطرين عن مضمون هذا البيت، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. طبعا الناس بتبقى متخيلة أن التعبير طبعا بيجي الإجباري حاجة هو أول مرة يشوفها، وده كلام طبعا غير صحيح بالمرة، لأن التعبير الوظيفي ما بيخرجش عن حاجات ثابتة في الامتحان. أستاذ حسن، أنت رأيك في التعبير الوظيفي السنة دي؟ بيبقى سهل جدا، ممكن يجي عن طريق مثلا برقية، لافتة، تلخيص، يعني حاجات بسيطة، وده بيبقى عليه تقريبا 4 درجات، يعني أربع الحاجات درجات المعتادة. معتادة إن شاء الله. ما نشوفش مفاجآت السنة دي. لا لا لا، في التعبير الوظيفي. لا لا. طبعا عبر في سطرين عن مضمون هذا البيت، الطالب بيقرأ البيت كويس جدا، وبعد ما بيقرأ البيت بيحاول يقول لي المعنى اللي هو فهمه من الأبيات وبيكتب سطرين. ولكن النصيحة اللي بنقولها في التعبير الوظيفي هو الالتزام بعدد السطور المطلوبة، سواء جه قال ألقي كلمة في الإذاعة المدرسية، اكتب مقالا بيقول فيما لا يزيد على 10 أسطر ولا يقل عن 8 أسطر، فلازم الطالب يتمكن من عدد السطور وما يزودش عدد السطور المطلوبة. ندخل بعد كده في التعبير الإبداعي اللي كان مشكلة كل الطلبة، كل الطلبة كانت بتعاني طبعا من التعبير الإبداعي، ويقول مش بنعرف نكتب، مش بنعرف نجيب أفكار، كتبت 4 ورقات. الموضوع بقى سهل جدا من أول البوكلت، إن هو بقى بيطلب 25 سطر يعني 6 فقرات، كل فقرة لا تزيد على 4 أسطر. طبعا الموضوع بقى سهل وبسيط بالنسبة للناس، ان هو بقى بيسيب له حاجة محددة ومكان محدد في كراسة البوكلت، والمكان ده بيكون فيه عدد سطور مطلوبة، 25 سطر تقريبا يعني ورقة كاملة. الناس اللي كانت بتتظلم دايما في الوقت يقول ما لحقتش اكتب التعبير، اكيد الكلام ده ما عادش موجود من اول امتحانات البوكلت. الموضوعات طبعا اللي الناس كلها بتروح لها هي الموضوعات الاجتماعية، الموضوعات السهلة اللي الطالب سمعها مرة واثنين وثلاثة. ويمكن كنت بناقش الأستاذ حسن في الكلام ده قبل الحلقة، وعايز رأي حضرتك برضو في الموضوعات الاجتماعية، لأن بعض الناس بتقول بقى الموضوعات وبيحفظ الطلبة موضوع معين، موضوع سياسي، موضوع ضخم، رأي حضرتك؟ هو طبعا بالنسبة للموضوعات المهارية يعني بيتكلم مثلا حاجة موضوع ثقافي، موضوع عن موضوع يعني موضوع شامل عادي
موضوع هو سمعه قبل كده. عادي يعني موضوع فيه اجتماعي. ممكن يكون موضوع اجتماعي ثقافي عن اي شيء، بموضوع بيشوف مهاره الطالب فيها ايه. الطالب بيكون شاف الموضوع طبعا قبل كده، الحاجات كتير المعتاده كتير. طب الحاجات اللي احنا بنسمعها بقى من الناس، الموضوعات السياسيه والموضوعات الضخمه والكلام ده، ده بيكون قريب من فكر الامتحان ولا بعيد عن فكر الامتحان؟ لا لا لا، بيبقى بعيد عن فكر الامتحان، يعني بتبقى موضوعات عاديه، ممكن يتكلم عن التعليم، ممكن يتكلم مثلا عن المياه، ممكن يتكلم عن اي شيء، يعني ايه حاجات موجوده في حاجات اليوميه. موجوده يعني اللي بيتكلم على الاحداث الجاريه ولا هي موضوعات لها علاقه بالمنهج فقط؟ لا لا، هي بتبقى ممكن تكون حاجات جاريه معنا في حياتنا. طب هي حاجات ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه، مثلا مشكله المياه، مثلا مشكله المياه، مثلا مشكله، مثلا بيتكلم مثلا عن القراءه، بيتكلم مثلا عن مشكله التعليم، بيتكلم عن اي شيء سهل جدا، الرياضه، الحاجات المعتاده اللي هم متعودين عليها قبل كده. البوكلت اللي معانا بيقول: تهتم الدوله بالزراعه اهتماما خاصا لانها من احد الركائز الاساسيه لقيام الاقتصاد الوطني. اظن موضوع الزراعه ده موضوع مهم جدا، الزراعه والصناعه، وتناقشنا في الكلام ده قبل كده. الطالب طبعا هيقول بقى الايجابيات بتاعه الزراعه وزياده الدخل القومي، لان الزراعه فعلا هي احد الركائز اللي بيقوم عليها الاقتصاد الوطني. ضروري ترشيد استهلاك المياه واجب قومي على كل فرد في المجتمع، لان ربنا بيقول في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا يبقى فعلا الموضوعات اللي معانا موضوعات معتاده. بننصح الطلبه، عايز نصايح عامه استاذ حسن، عاوز نصايح عامه للطلبه في التعبير الابداعي. النصايح العامه اللي يكتب يشتغل عليها، يعني مثلا هو مثلا لو كررنا مثلا الموضوع قدامنا اللي هو بيتكلم مثلا عن الزراعه، يعني ازاي يهتم بالزراعه، يعني طبعا دي بقت شيء حاجه اساسيه في حياتنا. تمام. تعمير الصحراء افكار، يعني افكار وحاجات كده، تعمير الصحراء، ازاي ننوع مثلا من انواع المحاصيل، وازاي يعني حاجات اساسيه موجوده. طب يقدر يوصل ل 14 درجه بسهوله او ال 10 درجات بتوع التعبير الابداعي؟ 14 درجه كاملين في الوظيفي والابداعي. يعني يضمن 14 درجه دول كاملين، ما عادش فيه طبعا كتابه كتيره، بس هو يمنع ما عادش بقى اللي هي عمليه يشخبط. من وجهه نظري برضو ان الزراعه بتلعب دور حيوي في الوقت الحالي، وخصوصا في الازمه اللي بيمر بيها مصر والعالم كله، لان هي بتعتمد على حاجه اساسيه. لو مش متوفره عندك الزراعه في وسط الجائحه اللي موجوده دلوقتي كانت تبقى مشكله طبعا. بس انا بنصح الطلبه ان هي بقى ما عادش بقى يقعد كلمه يشخبط، الشخبطه دي بتدي مصدر وحش يعني سيء، يعني تحسين الخط ويبعد بقى عن الشخبطه كده. والاستشهاد طبعا بيكون بين قوسين او جميل، لو استشهد بآيات قرآنيه، حديث، اي حاجه من الحاجات ديت مرتبطه بالموضوع بتبقى جميله جدا. تمام. دي بتساعد ان هو ياخد درجه نهائيه. طيب ندخل على فرع القصه، 6 درجات. بقول في اول البوكليت استاذن المخرج جميل يجيب لنا الصفحه الثانيه. استاذن المستر يجيب لنا صفحه القصه. تحدث طه حسين عن نفسي في كتاب العين بضمير الغائب، لي حاطط اختيارات. طبعا اخترنا اطفاء الموضوعيه والحياديه على قضيه ذاتيه، لان كلنا عارفين طبعا السيره الذاتيه بتاعت طه حسين، هو بيحكي قصه حياته وبيتكلم عن نفسه، فكان لازم يتكلم بضمير الغائب عشان يكون في حياديه اتجاه قضيه وازاءه قضيه ذاتيه. عشان كده سمعنا دايما كان يقول: كان الصبي وكان الطفل وكان صاحبنا، وهو طبعا يقصد نفسه بكلمه الطفل وكلمه الصبي وكلمه صاحبنا. تمنى الصبي أن تزدلده سمكة مباركة لعله أن يصفر وأن ينال خاتم سليمان عشان يحقق له ما يشاء. الصفحة اللي بعد كده فعلا هو كان نفسه سمكة تبتلعه عشان ينزل القناة. الصفحة الثالثة، عشان ينزل القناة ويقدر أنه يعبر القناة ويرى ما ورائها من عجيب. تعود سيدنا أن يدعو الصبي شيخا حين، ده سؤال مهم جدا، وكان زعلان الصبي بتاعنا في الفصل الرابع ان هو ما كانش بيقول له يا شيخ طه غير اما ان يترضاه او امام والديه، وفيما خلاف ذلك يقول له يا طه او يا واد. يا ريت المخرج يجيب لنا الصفحه الثالثه في البوكليت. يبقى تعود سيدنا ان يدعو الصبي شيخا حين يريد ان يترضاه في امر من الامور، وفيما خلاف ذلك كان طبعا يدعوه ويقول له يا طه او يا واد. لذلك هو كان دايما بيقول ان هو منافق عشان ما بيقولوش يا شيخ طه دايما. علل: أنا شايف السؤال ده مهم جدا. تأجيل سفر الصبي إلى الأزهر لأن الصبي ما زال صغيرا، والأخ الأزهري لا يحتمله ويتحمله هناك، وليس من اليسير إرساله إلى القاهرة. دي الأسباب اللي عرضها الأخ الأزهري ورفض إن هو ياخده معاه، وتأجل سفره لمدة عام. ماذا تعلم الصبي من محنة عودته إلى الكتاب ثانيا؟ طبعا تعلم درسين مهمين جدا لازم كل الناس تعرفهم. تعلم الصبي الاحتياط في اللفظ، طبعا الولاد والصبيان في الكتاب
كانوا يغرونه بشتم الفقيه وسيدنا، فأطلق لسانه في سيدنا والعريف إطلاقا شنيعا، شتم الفقيه أو سيدنا والعريف، لأنه خيل له أن الأمر قد انبت بينه وبين الكتاب، أنه مش هيرجع إلى الكتاب مرة ثانية، لأن والده أقسم أنه لن يعود إلى الكتاب، فأطلق لسانه في الرجلين. الدرس الثاني من الحماقة ومن السفه الإطمئنان إلى وعيد الرجال، أنه ما بيصدقش أبدا وعيد ولا عهود رجل. طب ليه؟ لأن والده أقسم أنه لن يعود إلى الكتاب وقد عاد إلى الكتاب. ومش بس كده، ده سيدنا كان كثير أرسال أيمان الطلاق وهو كاذب. علل: كان الأزهر أحب أطوار الصبي إلى نفسه، حيث كان يشعر فيه بالراحة والأمن والسعادة، وكأن النسيم الذي كان يترقرق في صحن الأزهر مثل قبولات أمه له حين ترضى عنه، حين يقرأ لها القرآن، أو حين يحكي لها قصة قد سمعها من أحد رفاقه من الكتاب، أو حين يخرج من خلوته ليقضي حاجة من حاجات الأسرة. طبعا طوره الثالث يا أستاذ حسن، طوره الثالث الأزهر، إحنا كنا عارفين إن هو بيهتم بالمكان ده لأنه يشعر فيه بالراحة والأمن والطمأنينة والسكينة، وكان يشعره بقبولات أمه له. طيب إحساسه في طوره الأول في الغرفة، طبعا هو كان لو سأل الطلبة قال لهم إحساسه في الغرفة طبعا يشعر بالوحدة ويشعر بالعجز والاضطراب، لأنه كان يجهل المرافق المادية. هو يعني طبعا كان طبعا اخوه كان بيتركه لوحده في الغرفه الوحده، وطبعا كان بيتضايق من بعض الاصوات اللي هي كانت بتحصل بالليل، ولكنه كان لا يشكو لاخيه حتى لا يصفه جبانا. تمام. اطاله الشيخ بخيت في الدرس، الشيخ بخيت ده كان مدرس الفقه بتاع اخوه شيخ الفقه، وذلك لانه كان يجادل الطلاب ولا يقطع درسه حتى الضحى، وكان درس الشيخ بخيت طبعا في مسجد سيدنا الحسين. من موضوع أبو الريحان البيروني، الصفحة اللي بعديها يمشي المخرج كده معانا، نقول له الصفحة اللي بعد كده. وفي الحق أن الأمة العربية قد واتتها ظروف طيبة جعلت لها مركزا قياديا في العلم، نهلت من العلم الإغريقي وترجمة الكتب الإغريقية والفارسية والهندية والسريانية، ومن المستحيل أن نتصور أن أمة تنقل علوم أمة أخرى دون أن تكون قد بلغت من التقدم العلمي والحضاري ما يؤهلها لاستيعاب هذا العلم الذي تنقله. طبعا القطعة دي أو الفقرة دي مهمة جدا في درس البيروني، ومهمة في درس البيروني لأنها بيقولوا أن الأمة العربية قد نهلت وأخذت كثير من الثقافات من الأمم الأخرى، ولكن هذا لا يعني السرقة، ولكن الاقتباس لابد أن تكون الأمة معدة عقليا لاستيعاب تلك العلوم وهذه العلوم. فالأمة العربية لو إذا لم تكن معدة عقليا لاستقبال هذه العلوم لم تستطع أن تحوي كل هذه العلوم وكل هذه الثقافات. معنى واتتها سنحت وتهيأت لها مضاد المستحيل الممكن. ما شرط نقل علوم أمة إلى أمة أخرى؟ أنا شايف الشرط موجود في الفقرة، إن هي يكون لديها من التقدم العلمي والحضاري ما يؤهلها لذلك واستيعاب هذا العلم الذي تنقله. البيروني عبقرية نادرة. السؤال ده طبعا كان بيجي بصيغة تانية دلل على البيروني عالم موسوعي، طبعا لأنه تميز البيروني في عبقريته في علوم متباينة كل التباين، يعني علوم مختلفة كل الاختلاف، فهو جيولوجي بشهادة الجيولوجيين، وفلكي بشهادة الفلكيين، ورياضي ممتاز بشهادة أساتذة الرياضيات، كما كان مؤرخ، عرف عنه أنه كان مؤرخ، وكانت كتب التاريخ من أهم المراجع التي عاد إليها المؤرخون. استفاد البيروني أعظم فائدة من رحلة الهند، لأنه درس العلوم اليونانية كما حزق وأتقن ومهر العلوم الهندية. من موضوع القدس، وأقاموا مؤتمرات واحتفالات ضخمة في الآونة الأخيرة، فإن المصادر التاريخية والأثرية القديمة تكشف أكاذيب اليهود. أنا فهمت القطعة بتتكلم طبعا عن أكاذيب اليهود اللي هم كانوا عاملين احتفالات في الفترة الأخيرة، وبيقولوا أن عدى 3000 سنة، قد مر 3000 عام على تشييدهم للقدس، وكان هذا كذبا وافتراءا وزورا وبهتانا. وهنشوف الأسئلة أكيد هيسأل السؤال ده. مفرد أكاذيب وكذوبة مرادف ادعاءاتهم وزاعمهم، ما ردك على ادعاءات اليهود التي في الفقرة؟ طبعا أنا هرد ردين. أول حاجة، القدس لم تكن يهودية بل كانت مدينة عربية خالصة، لأن الذي شيد القدس هم الكنعانيون، وشيدوها في 1004 قبل الميلاد وأطلقوا عليها أورسالم أي مدينة السلام. طب منين الكنعانيون ده بنوها في 1004 قبل الميلاد
ومنين اليهود بيقول ان هو مر عليها 3000 سنة. الحاجة الثانية اللي هرد بيها العهدة العمرية للفاروق عمر بن الخطاب حين قام واملى عهدته الشهيرة والمشهورة على جبل الزيتون مع البطريرك سفروينيوس وقال له اهم بند في العهدة العمرية لا يسكن إلياء احدا من اليهود، ما فيش واحد من اليهود يسكن بإلياء، وإلياء دي القدس. وطبعا ضمن امانا لكنائسهم وصلبانهم. طب انتوا ازاي هم كانوا ممنوعين اصلا من دخول القدس، ومنين انتوا شيدتم القدس وبنتوها ومر على تشييدها 3000 عام؟ السؤال اللي كنا بنتناقش فيه استاذ حسن لما رفض سيدنا عمر بن الخطاب ان يصلي داخل الكنيسه، حضرتك كنت بتقول السؤال ده حتى لا ياخذ بعدين مكانا للصلاه، مكانا للصلاه. وغير كده طبعا يعني هنا بيبين سماحه الاسلام طبعا اللي هو ادهم امان للصلبان والكنائس وبعد كده في الدوله الامويه بعد ذلك سمح المسلمون للحجاج المسيحيين باقامه رحلات الحج وضمنوا لهم امانا حتى القرن الحادي عشر الميلادي. ماذا يحدث لو لم يسيطر صلاح الدين على المدن الساحليه؟ كلنا عارفين احنا في الصفحه اللي بعديها المخرج اهو معانا. ماذا يحدث لو لم يسيطر صلاح الدين على المدن الساحليه الصليبيين؟ طبعا احنا عارفين ان صلاح الدين ما راحش وبدا على طول بالقدس، ولكنه قام بالسيطرة، وهنا تتجلى عبقرية صلاح الدين حيث أنه بدأ بالسيطرة على المدن الساحلية ليحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية وما يصلهم بالغرب الأوروبي. طب لو ما كانش سيطر على المدن الساحلية ما كانوش هيحرموا من الغرب الأوروبي وقواعدهم البحرية. لم يتم القضاء على الخلافة الفاطمية، لم يصبح صلاح الدين هو المتحكم في حلقة القوة الإسلامية طبعا، ولم ترجع مصر إلى حظيرة الدولة العباسية السنية، لأن طبعا هم قاموا بالقضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية وإعادة مصر إلى حظيرة الدولة العباسية السنية. الأدب طبعا، أسئلة الأدب أستاذ حسن، بعض الناس بتتخيل أن أسئلة الأدب يعني بتيجي بقى السؤال اللي إجابته نص ورقة وإجابته 7 سطور وعشر سطور، وإنت بتقول طبعا الكلام ده طبعا بعيد عن فكر الامتحان. طبعا السؤال الأدب بيجي سهلي جدا وبيجي مباشر وبيبقى سطرين او ثلاثه سؤال في الاجابه يعني الاسئله بتاعه تتبع نشاه مدرسه، مش الحاجات اللي كنا بنشوفها زمان. السؤال بيجي سهل جدا وبيجي مختصر وبسيط عن اي مدرسه نفسها، عن المدرسه سؤال مباشر. طيب شوف السؤال بتاع البوكلت، ماذا ترتب على ارتباط جيل تلاميذ البارودي بالصحافه؟ فعلا سؤال اجابته 3 كلمات، سلس اسلوبهم وسهلة. الصحافه علمتهم السلاسه والسهوله في الاسلوب. علل سميت مدرسه ابولو بهذا الاسم. طبعا تسميه مدرسه، هم تقريبا عندهم تسميه مدرسه الديوان وتسميه مدرسه ابولو. تسميه مدرسه ابولو بهذا الاسم طبعا نسبه الى ابولون اله النور والفن والجمال عند اليونانيين، وهذا يدل على تاثرهم بالثقافه الاجنبيه. طبعا لازم كل الناس تاخد بالها من حته مهمه، ان تلاميذ المدرسه بتوع ابولو كلهم دكاتره وكلهم مهندسين، فطبعا بيفكروا فكر مختلف عن الناس، فهم عارفين ان الشخصيه العربيه والشخصيه المصريه عموما بتميل الى الثقافه الغربيه والثقافه الاجنبيه، عشان كده راحوا جابوا مدرسه او جابوا اسم المدرسه اسم اجنبي، عشان ده يدل على تاثرهم بالثقافه الاجنبيه، فذهبوا الى اليونان واخذوا كلمه ابولون اله النور والفن والجمال عند اليونانيين، وتم اختصار الكلمه الى ابولو، وهذا يدل على تاثرهم بالثقافه الغربيه والثقافه الاجنبيه. ما الغايه الفنيه لفن القصه القصيره؟ طبعا القصه القصيره بتقوم بتوصيل رساله للمتلقي او مغزى او انطباع، بس بدل من ان تصل هذه الرساله بصوره تقريريه مباشره يعزف عنها القارئ، تصل اليه بصوره جذابه وقصصيه شائقه. نفس فكره حته مهمه بتاعه الغايه من فن القصه القصيره، لان عندهم كمان في الكنيسه نورت، ممكن كان يعرفنا فكره الوحده الوطنيه والامتزاج القوي بين عنصري الامه مسلمين ومسيحيين بكتابه مقاله او بموضوع قراءه، بس هو حب يجيبه بشكل قصصي عشان يجذب القارئ. يبقى الغايه من القصه القصيره الناس كلها مركزه معانا توصيل رساله للقارئ او المتلقي، انطباع معين، بس بدل من ان يكون بطريقه تقريريه مباشره يعزف عنها القارئ ولا يوليها اهتمامه، فهو بيصلها بطريقه جذابه وقصصيه وشائقه عشان يقدر يسيطر عليه. عرف المقال وناخد بالنا عشان ده سؤال ما بين السطور، بحث قصير في العلم او الادب او السياسه او الاجتماع ينشر في صحيفه او مجله. نشوف قطعه البلاغه وطبعا شكاوي الصفحه اللي بعد كده، شكاوي كتيره جدا بتيجي من البلاغه.
استاذ حسن هيقول لنا سريعا انت شايف اهم الاسئله المتوقعه هذا العام في قطعه ونموذج البلاغه. هو مثلا بيجيب ابيات كويس وتملي الاسئله يعني المهمه، مثلا يجي يقول صوره بيانيه، صوره بنوع الصوره، صوره بيانيه او جماليه. طب كان في سؤال حضرتك يعني بتقوله لي قبل التسجيل كنت بتقول لي في سؤال مهم جدا دايما بيجي في اول قطعه البلاغه. يعني بيجي يقول له امتزج الفكر بالوجدان. ده سؤال مهم معروف على طول، بشرح الابيات بطريقه مختصره جدا، مختصره ونذكر العاطفه طبعا. بنذكر العاطفه ونذكر الفاظ. احنا شفنا فعلا السؤال ده في اخر تقريبا اربع امتحانات او اكتر فعلا. يا مصر يا ارض السماحه والندى، يا واحه يسعى لها المقهور، في وجهها للزائرين بشاشه ورحابه وموده وسرور، في حضنها دفء الامان لخائف، بالحق يجبر عندها المكسور. ابيات جميله عن مصر. كان الوجدان الشاعر اثر كبير في معجمه الشعري. هو هنا مش طالب امتزاج، هو هنا طلب وجدان عاطفه، بس طالب اثر كبير او بيقول لها اثر كبير في معجمه الشعري الالفاظ. هقول وقع الشاعر تحت تاثير عاطفه قويه وصادقه الا وهي حب مصر وحب الوطن، وقد اثرت هذه العاطفه في معجمه الشعري وطلع عبارات والفاظ. وخدوا بالكم مهم جدا ان الطلبه تعرف ان الالفاظ اللي حضرتك بتستخرجها من داخل الابيات. ما نوع الصوره في قولها في حضنها دفء مبينا قيمتها الفنيه؟ طبعا لما بيقول في حضنها دفء ده شبه مصر وكانها ام تحتضن ابنائها، والقيمه الفنيه هنا بتوحي بالحنان والتضحيه والعطف. ودايما بنقول للناس ان القيمه الفنيه، وده خطا شائع، ان القيمه الفنيه مش سر الجمال. دايما رساله بتجيلنا يقول لك اما اقول مثلا انها شبه مصر كانها ام تحتضن ابنائها فاقول سر جمالها التشخيص، الطالب يكون متخيل ان هو كده جاب القيمه الفنيه. انا دايما بقول للطلبه ان القيمه الفنيه هي ما يدل على العباره او ما توحي به العباره وتكون وثيقه الصله بالعاطفه. طبعا لازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده، ان القيمه الفنيه هي مش سر الجمال عشان ما ينقصي في الامتحان. يا مصر ما نوع الاسلوب وما الغرض منه؟ طبعا اسلوب انشائي، نوع نداء، غرض التعظيم. ايهما ادق ولماذا؟ يسعى لها المقهور ولا يسعى المقهور لها؟ طبعا السؤال ده تقريبا شفناه في اربع امتحانات ثانويه عامه لحد السنه اللي فاتت. طبعا بيجيب له جملتين، الناس تركز معانا في النقطه دي، جمله فيها تقديم وتاخير وجملة ما فيهاش تقديم وتأخير. على الطالب استخراج الجملة اللي فيها تقديم وتأخير، لأن ده طبعا بيكون أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد والاهتمام. أعتقد في 2018 كان جايب لهم فبها تغنت الأم ولا تغنت الأم بها. فبها طبعا اللي فيها جر ومجرور. وفي 2017 على ما أتذكر النار في الأعماق لاهبة ولا النار لاهبة في الأعماق، برضو تقديم وتأخير. يبقى فعلا تقريبا بقى سؤال ثابت عندنا. من نص التكافل الاجتماعي في الإسلام، كانت جزيرة العرب إبان الدعوة العظمى مثلا محزنا لما يجنيه الفقر على بني الإنسان من تضرية الغرائز وتمزيق العلائق إلى آخره. طبعا الفقرة دي مهمة جدا في النص بتاع سورة التكافل الاجتماعي، لأنها تتحدث عن الرذائل الاجتماعية التي نتجت عن الفقر في شبه الجزيرة. كل الناس تتخيل أن الإسلام رسالة دينية بحتة، ولكنه رسالة اجتماعية أيضا. فجاء الإسلام ليقضي على مرض خطير ومرض وداء أزلي ألا وهو الفقر. فعلا الفقر بقى كان ليه رذائل اجتماعية في الجزيرة وفي شبه الجزيرة، وكان ليه تأثير جدا كبير جدا على الناس والعرب في الوقت ده. فهو بيقول إن كانت الجزيرة إبان وقت وحين الدعوة العظمى للإسلام مثلا محزنا لما يجنيه الفقر. الفقر جاني، استعارة مكنية، وكأن الفقر إنسان يجني. فعلا هو إنسان جاني وإنسان مرتكب في تشخيص، وتوحي ببشاعة ما فعله الفقر في العرب. بيتكلم على إثارة الغرائز بشدة، مفيش رحمة عندهم، تمزيق العلائق، مفيش صلة، أكل السحت الخبيث، وأكل الربا، والربا هو الزيادة وعكسها النقصان، وقتل الأولاد من إملاق. إن هو بيقتل ابنه عشان مش عارف يأكله، ده غير وأد البنات اللي احنا عارفينه. كل الصفات السيئة كانت موجودة، عشان كده بيقول وانحطاط المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهيم، وكأن حياة المرء دركات وهي الدرك الأسفل من حياة البهيم. فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق كانت معجزته الكبرى هذا الكتاب المحكم الذي جعل هذه الأشلاء الدامية. الحتة اللي أنا بدور عليها هي، شوف بقى
تصويره في الفرقة وتصويره للرسائل الاجتماعية التي نتجت عن الفقر بالأشلاء الدامية والمفرد شلو والأشلاء الدامية وكأنها قطع متناثرة هنا وهناك. طبعا الفرقة اللي هم فيها وكأنها أعضاء متناثرة هنا وهناك، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به فعلا استعارة تصريحية ولكن صعبة قوي في الإحساس، وكأن العرب في الفرقة وفي المساوئ والرذائل الاجتماعية التي نتجت عن الفقر وكأنهم كانوا أشلاء دامية. هات مضاد أثرة الأغنياء، أثرة يعني أنانية، وعكسها إيثار، والإيثار هو تفضيل الغير عن نفسه، جمع العلاقة العلائق، مفرد أشلاء شلو. طب يلا، نتج عن الفقر كثير من الرذائل الاجتماعية، الصفحة اللي بعد كده الصفحة اللي بعد كده، نتج عن الفقر كثير من الرذائل الاجتماعية، طبعا موجود كل الرذائل والمساوئ التي سببها الفقر وكان سبب ومصدرا أساسيا فيها موجودة في الفقرة. من أي فنون النثر هذا النص وما نوع أسلوبه؟ طبعا مقال، ومقال اجتماعي وأسلوبه أدبي. الناس اللي دايما بتشتكي من تعليق كتاب المدرسة، الناس تيجي تسأل دايما فتقول لك هو تعليق كتاب المدرسة بيجي في الامتحان؟ احنا عاوزين نرد ونطمئن الناس، تعليق كتاب المدرسة هو الامتحان مش بيجي في الامتحان، فاحنا بنحاول ان احنا نجيب لهم التعليق على شكل أسئلة مهمة. طب تضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة الغز ومكابدة الحرمان، ما نوع المحسن؟ طبعا في ازدواج لجرس موسيقى رنان يعمل على لفت النظر وجذب الانتباه، ولعل الموسيقى كانت سمة ثابتة من سمات أحمد حسن الزيات. دستور متين القواعد، دستور متين القواعد وضح نوع الصورة أو الخيال، طبعا دي استعارة مكنية، شبه الدستور ببناء متين القواعد وله قواعد راسخة وفي تكسيب، وبيوحي بقوة القرآن الكريم في رسم منهجا ثابتا للقضاء على الفقر. طبعا بعض الناس ساعات تخدع الطلبة وجيب كلمة دستور بس، لو جاب له كلمة دستور بس ده بتبقى استعارة طبعا تصريحية، إنما يقول له دستور متين القواعد ده كده عمل استعارة مكنية، شبه الدستور وكأنه بناء له قواعد متينة وأسس وركائز قوية وراسخة في الأرض، ويوحي بقوة القرآن الكريم وقوة الإسلام في القضاء على الفقر. ما المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها الكاتب؟ أسئلة التعليق الناس تكتب، وما خصائصها؟ مدرسة المحافظين، بينتمي لمدرسة المحافظين أو المحافظين المجددين ومن خصائصها؟ الحفاظ على سلامة الأداء وقوته، إحياء التراث، التأثر بالقدماء، تمجيد الماضي. طيب السؤال بتاع 2017 موجود معانا، أحمد الزيات بيمثل مذهبا أدبيا جديدا له دعامتان. طبعا السؤال ده جابوه في 2017، الدعامتين اللي بيقوم عليهم أحمد حسن الزيات كان دور أول 2017، الإفادة من أثار الفكر الغربي والعودة إلى بلاغة القدماء الذي في التعبير الذي اتسم بالإيجاز ورصانة الفواصل وقصرها. غربة وحنين، طبعا احنا النصوص عارفين النصوص 20 درجة، 10 في النص النثري و10 في النص الشعري أو النصين الشعر. وفي حتة مهمة جدا، سؤال بيتكرر اليومين دول، يقولك هو نصين شعر بنختار منهم نص؟ مفيش الكلام ده في البوكلت، حضرتك بيجي لك نص نثري وبيجي لك نصين شعر، حضرتك بتجاوب كل حاجة، لأن الاختياري في البوكلت هو نقط وليس نصوص. يا ابنة اليم أبوك بخيل، ما له مولعا بمنع وحبس، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، إلى آخره. مرادف اليم البحر، وجابوها أعتقد قبل كده أستاذ حسن، جابوها جمع اليم قبل كده في ثانوية عامة يموم. جمع كلمة دار، دور وديار، أنا مش شايف كلمة ديار في الاختيارات بس أنا شايف كلمة دور. يتضح في الأبيات غضب الشاعر واستنكار فعلة البحر، طبعا شوقي بيستنكر على البحر فعلته، لم يكن البحر بخيلا، وبالرغم من ذلك لم يأذن للسفينة أن تحمل شوقي إلى أرض الوطن. ما نوع الصورة في بلابلي؟ طب وما قيمتها الفنية؟ استعارة تصريحية، صور المصريين بالبلابل، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، توضح المعنى مع الإيجاز، وتوحي بجمال المصريين واستمتاعهم الدائم بوطنهم. علل، زيادة الجرس الموسيقي في البيت الرابع، نفسي مرجل وقلبي شراع، طبعا الجرس الموسيقي عشان فيه حسن تقسيم نتج عنه الجرس الموسيقي. البيت ده احنا عايزين نعلق عليه، البيت ده طبعا من الأبيات اللي النقاد بيعيبوا على شوقي فيه، وبيقولوا ان هو تناقض في البيت الرابع. سبب التناقض في البيت الرابع ان هو جمع بين السفينة البخارية والسفينة الشراعية، طبعا شوقي كان بيوفر كل متطلبات السفينة لكي تعود به إلى أرض الوطن، فهو بيقول بينه وبين نفسه هي مش عاوزة ترجعني للوطن ليه؟ عشان الوقود؟ عشان البنزين؟ طب اسمعي بقى، نفسي مرجل، والمرجل هو قدر الوقود، خزان، وقلبي شراع،
بهما في الدموع سيري وأرسي، بهما في الدموع سيري وأرسي، بيقول إن أنفاسه هو وقود السفينة، وإذا انتهى الوقود وهذا يعني انتهاء أنفاسه، وحينئذ يكون شوقي ميتا وهالكا في المياه لا تتركه هالكا، ولابد أن تخرق قلبه لتجعله شراع لتستكمل سيرها إلى مصر به. وإذا رفض البحر أن يحمل شوقي والسفينة سيبكي دموع حتى يصنع بحرا صناعيا تسير فيه السفينة وترسي. طبعا شوقي بصراحة أبدع في البيت. النقاد بيقول إن هو تناقض، ولكن إحنا هنرد ونقول أراد شوقي ألا يعطله عاطف في الوصول إلى مصر، ولو كلفه ذلك أن يسوق سفينة من وحي خياله. رساء مي للعقاد: شي مغر رديات عزاب، وحجا ينفذ بالرأي الصواب، وذكاء ألمعي كالشهاب، وجمال قدسي لا يعاب، كل هذا في التراب، آه من هذا التراب. طبعا من أجمل المقاطع في نص رساء مي لما كان بيتكلم على صفاتها. طبعا القصيدة دي فيها أسئلة كتيرة جدا في التعليق، منهم سؤال الصيحتين. في القصيدة صيحتان فما هما؟ صيحتين موجودين في المقطع: كل هذا في التراب، وأه من هذا التراب. والطالب اللي يقول الصيحتين ويسكت هينقص درجة، عشان لازم تفهموا إن كل هذا في التراب هي صيحة التساؤل الإنكاري التعجبي، وأه من هذا التراب هي صيحة الشكوى والوجع والألم. يستنكر العقاد: كيف يكون أو تكون هذه الصفات الجميلة؟ شي مغر رضيات عزاب، وحجا ينفذ بالرأي الصواب ذكاءها، وذكاء ألمعي كالشهاب، وجمال قدسي لا يعاب لا يعيبه أحد. كل هذا في التراب، إزاي الجمال والذكاء وكل ده يكون في التراب؟ يستنكر العقاد. كان مبالغ في الأبيات، ولكن مبالغة مقبولة في حب مي. مفرد غر غراء، المراد بألمعي صاحب رؤية صائبة. تأثر الشاعر بفاجعة مؤلمة، أنا شايف الكاسة اللي حصلت هي موت مي. أجب: ما نوع الصورة في ذكاء ألمعي كالشهاب؟ طبعا في تشبيه بيشبه ذكائها وكأنه مثل الشهب أو الشهاب اللامعة، وهذا يعني أنها في قمة التوقد والذكاء الذي كان يخطف العقول. في القصيدة صيحتان فما هما؟ لسه بنتكلم اهو. الصيحة الأولى: كل هذا في التراب، صيحة التساؤل التعجب الإنكاري الرافض، هو بيستنكر أن كل الصفات دي تكون في التراب. والصيحة الثانية: آه من هذا التراب، الشكوى والتوجع والألم والحسرة. طبعا كلمة آه ده اسم فعل مضارع بيحمل كثير من الألم والوجع والحسرة. ندخل على الوحش بقى. هنسيب طبعا المستر حسن، هنقرأ القطعة، وإن عايزينك تطمن كده الولاد كلهم في النحو. انت عارف طبعا الحاجات بقى والشائعات يقول لك الإعراب بيجي من الثوابت الإعرابية الصعبة والحاجات اللي انت عارفها دي. الكلام ده طبعا غير صحيح. طبعا الكلام ده غير صحيح. يعني هي قطعة النحو، بتيجي قطعة النحو، أي قطعة نحو يعني بيشوف مثلا الإعراب الكلمة مرتبطة، ممكن تكون مرتبطة بالكلمة إيه التي إيه قبلها. تمام. معنى كده ان هو الاعراب بيكون، احنا عايزين نطمن الولاد، الاعراب هل الاعراب بيجي فعلا زي ما الناس بتقول لهم حاجات شاذه وحاجات اللي ما فيش الكلام ده؟ لا. يعني الاعراب ممكن تيجي زي ايه؟ سهل جدا، ممكن بيجي مثلا الكلمه مثلا موقعها في الاعراب، موقعها موجود ايه؟ موقع الاعراب ايه؟ يعني ممكن الكلمه مثلا حسب القطعه ما تيجي قدام الطالب. يعني ثوابت اعرابيه؟ لا يعني مثلا انا مثلا بشوف مثلا سؤال يجي في قبليه مثلا كان، قبليه ان، في ان، في حاجات كان اخواتها، ان اخواتها، في حاجات كلمه معرفه بكلمه دي. مثلا بنلاقي جمله بعد الجمله دي فيها ايه، زي مثلا الجمل بعد النكرات صفات، بعد المعارف احوال، النعت والحال. النعت والحال يعني برضو نفس فكر تقريبا الامتحانات كلها اللي احنا شفناها. بعض الناس بتقول ان يعني الكلمات بتكون خارجه وكلمات صعب. لا. والعيال قلقانه، وطبعا احنا بنحاول نخليك تتكلم وتقول، وانت مش عايزينك يعني عايزينك تطمن الولاد وتقول كل حاجه عشان الولاد يطمنوا. هنشوف الفقره وبنقول: ليسكن الامل قلوبنا، فمهما اشتدت الازمه الاقتصاديه وجنت الاسعار، فالعمل والانتاج كفيلان بالتغلب عليهما. شوف كده: ليسكن الامل قلوبنا. طبعا ليسكن الامل، امل هنا فاعل، قلوبنا مفعول به وحاطط تحتها خط مفعول به منصوب بالفتحه، وطبعا الضمير ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب نرجع كده: فالعمل والانتاج كفيلان، خبر
خبر، بس خبر انا شايفه مرفوع بالالف لانه مسنة، ولنمضي في البناء، بناء الوطن وبناء المواطن حتى نقهر المشكلات. ده تقريبا بيسالهم في علامات الاعراب كلها وانواع الاسماء بقى كلها، حتى نقهر المشكلات. المشكلات طبعا مفعول به منصوب بالكسره عشان جمع مؤنث سالم. ونصبح قادرين، فعلا جايب هو هنا خبر اصبح، وبرضه منصوب بالياء عشان جمع مذكر سالم، على التحدي ويصير شعبنا اقوى اراده، تمييز اراده طبعا هنا تمييز، ويصير شعبنا اقوى اراده على التحمل. يا مصريون اعملوا مخلصين لتستعيدوا، ده مضارع منصوب، لامتكم مجدا اروع وعزا ارفع. خلي بالك كده وتعالى نشوف الاعراب. قلنا الاربع كلمات، استخرج من الفقره اسما مقصورا واعربه. طبعا اقوى الاسم المقصور هو اسم معرب ينتهي بالف لازمه مفتوح ما قبلها. طبعا اللي العيال يقولوا عليها الف لينه، احنا بنقول عليها اسمها الف الايه المقصور. هو يعرب هنا بيقول شعبنا ويصير شعبنا اقوى، خبر يصير هنا ولكن منصوب بالفتحه المقدره. استخرج من الفقره تمييزا، قلناها اقوى اراده تمييز، يبقى اراده تمييز ونوعه تمييز ملحوظ. استخرج من الفقره فعلا مضارعا منصوبا وبين اداه نصبه وعلامه نصبه. حته خطيره جدا استاذ حسن، بيقول وبين اداه النصب وبين علامه النصب. طبعا الاولاد بيتلخبطوا بين علامه النصب وادوات النصب، عايزين نفكرهم بادوات النصب. لا، ممكن مثلا فعل مضارع ممكن يكون مسبوق مثلا بان ولن وكي وحتى وفاء سببيه لام الجحود، الحاجات دي كلها بتنصب الفعل المضارع. دي ادوات نصب الفعل المضارع، نقولها تاني عشان الاولاد يكتبوها ان ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببيه ولام الجحود وواو المعيه واذا. طبعا دي ادوات نصب الفعل المضارع. تمام. طبعا برضو كانوا دايما يسالوا الفرق بين لام التعليل. انا شفت لام التعليل هنا واحنا بنقرا دلوقتي لتستعيدوا لامتكم، انما لام الجحود دايما احنا بنفكر الطلبه كل ما كان، يعني كون من في ابيه ما كان ما كنا ما كان جايب قطعه مره اتذكر في الثانويه العامه وما كنا لنغلق مضارع منصوب بلام الجحود، ولام الجحود هنا سبقت بكون منفي. تمام. حتى نقهر، انا شايف الاداه حتى وعلامه النصب الفتحه الظاهره، ولتستعيدوا الاداه هنا لام التعليل وعلامه النصب هي حذف النون. استخرج من الفقره فعلا مبنيا على حذف النون. طبعا بقى هنا سؤال جميل جدا بيسالهم في الفعل المبني، وطبعا احنا شفنا فعل امر اما كان بيقول لهم في السطر الاخير يا مصريون اعملوا. عايزين نفكر الولاد ونذكرهم كده بالفعل الامر. فعل الامر بيكون مبني في ثلاث حالات، لو كان صحيح الاخر ما فيش اخره عله فده بيبني على السكون، الناس تكتب الكلام ده، ولو كان اخره عله بيبني على حذف العله، ادعو الى سبيل ربك فعلا، يبقى ادعو هنا ده مبني على حذف العله. ولما يكون افعال خمسه زي اقيموا واطيعوا ده مبني على حذف النون، وده النوع اللي موجود عندهم اعملوا، فعل امر مبني على حذف النون. لا يرضى المصريون بالهوان الا، ضع مستثنى منصوب وبين حكمه الاعرابي. طبعا هنا جايب لهم الحاله الثانيه في الاستثناء يا استاذ حسن. أيوه. التام المنفي. المصريون موجوده اللي هو المستثنى منه، يبقى في الحاله ده اسمه التام، وفي اداه نفي يبقى اسمه تام منفي. المستثنى بعد الا هنا بيكون له حالتان، مستثنى منصوب بالفتحه جوازا او بدل من المستثنى منه. يعني لو الطالب قال الذليله ده هنا مستثنى منصوب بالفتحه جوازا. طب لو قال الذليل ده هنا بدل من المصريون اللي هي المستثنى منه مرفوع بالضم. انما الحاله الاولى عشان الاولاد تاخد بالها، لما ما يجيبش اداه نفي في الاول ما يجيبش اداه نفي حضر الطلاب الا طالبا، في الحاله دي ده مستثنى منصوب بالفتحه وواجب النصب. ملوش حاله تانية. كلام جميل. لكن النوع الثالث بقى اللي هو ممكن الحته اللي اتناقشنا فيها، ذهب تلاميذ الفصل الى حفل عيد ميلاد صديقهم وكان عددهم 12 تلميذه و13 تلميذ وامضوا معه 3 ساعه. اكتب الارقام بالحروف واجعل التمييز مما بين الاقواس مع ضبطه. طبعا الحته كان مستر احمد بيتكلم فيها اللي جت السنه اللي فاتت، تمييز العدد اللي احنا نحول الاعداد الى حروف. فكان عددهم 12 تلميذة، خلي بالك 10 هنا طبقت واثنين كمان بالطابق، فجبتها مؤنث وجبت 10 مؤنث. انما لو جاي بقى من 3 لحد 9 ده هيخالف المعدود اللي بعده، عشان كده قلت و13
تلميذا، 10 طبقة برضو وثلاثة عشر تلميذا، وثلاثة جت مؤنثة لأن تلميذا مذكر، فجبت ثلاثة مؤنثة إنما 10 هتفضل مذكر. إنما وأمضوا معه 3 ساعات. طبعا من الحاجات اللي بتخدع الطلبة إن هو على طول يقوم جايب التمييز خطأ فبيقول 3 ساعة، فطبعا الطلبة تكتب 3 ساعة فياخد الكلام غلط. ده بقى هنا بقى جمع، بقى جمع ومجرور، فلازم يقول 3 ساعات. يبقى كان عددهم 12 تلميذة وثلاثة عشر تلميذا وأمضوا معه 3 ساعات. أنت الأعلى شأنا، الصفحة الأخيرة، اجعل الجملة للمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. طبعا الناس بتقلق من الجملة، واعتقد الجملة دي مستر حسن شفناها قبل كده تقريبا شبهها او هي حاجة زيها جت في امتحان ثانوية عامة. اخاطب المثنى هم دايما بيغلطوا في المثنى المؤنث. طب نبدأ المثنى، هو بيقول المثنى بنوعيه انتما الاعليان شأنا، ده مثنى مذكر. طب انتما العليان شأنا، ده مثنى مؤنث. يبقى المثنى المؤنث العليان. طب انتم الاعلون شأنا، ده جمع مذكر. طب انتن العليات شأنا، ده جمع مؤنث سالم. كما مره تاني، انتما الاعليان شأنا وانتما العليان شأنا، ده مثنى مؤنث. وانتم الاعلون شأنا، ده جمع مذكر سالم. وانتن العليات شأنا، ده جمع مؤنث سالم. اكشف المعجم عن عزا والبناء. عز والبناء طبعا بقاله سنتين بيجيب في الامتحان كلمتين في الكشف المعجم، والنصيحة اللي بنقولها لكل الطلبة لازم يجيب المادة الأصلية، وما يكتفيش بالمادة الأصلية لازم يكشف طريقة الكشف، باب الحرف الأول فصل الحرف الثاني مع مراعاة باقي الحروف، أو بيفتح الأقواس زي ما بيكتبوها في نموذج الإجابة ويفرط الحروف ويكتبها. عزا طبعا عززة، يبقى العين والزاي والزاي، والبناء بنية، الباء والنون والياء. لازم يكتب المادة لأنه يا مستر أحمد بيوزع درجة على المادة، ودرجة على طريقة الكشف اللي هو يقول باب الحرف الأول فصل الحرف الثاني مع مراعاة باقي الحروف. أعتقد 2017 كان جايب الأطباء طببة الطاء والباء والباء مضاعف، فالعيال بتقول طبة تضعيف، وبعد كده بتفرط الحروف الطاء والباء والباء. وأعتقد برضو كان جايب التجديد برضو مضاعف 2014، وكان جايب في 15 يكن كونة. لازم الناس تاخد بالها من ثقة طبعا، وثقة وسمة وسمة وهبة وهبة، لازم الثلاث حاجات المحذوف أولها عشان يبقى هم كده مدرب كويس جدا على الكشف المعجم. ده كان أهم أفكار النموذج الأول المتوقع في مراجعة ليلة الامتحان. ما شاء الله عليك أستاذ محمد، أبدعت، وإحنا كنا مستمتعين جدا معك في الشرح طول البوكلت. بس أنا شايف كده قدامي ده 50 سؤال. 50 سؤال ده ثابت بالنسبة للامتحان؟ ده ثابت بالنسبة للامتحان، لازم يجيلهم 50 سؤال، 50 نقطة، وكلهم مفيش فيهم اختيارات ولا حاجة؟ الاختيارات بتكون زي ما عرضنا كده للناس، ألف وبي اختار منها واحد في الأدب، اللي هو مثلا يعني مثلا لما نجيب سؤال زي سؤال القصة في الصفحة الثالثة، المخرج يا ريت معانا في الصفحة الثالثة، سؤال القصة الأسئلة من 3 إلى 8، هو جايب السؤال رقم 8 بيقول أجب عن ألف أو باء فقط، أنت بتختار ألف أو باء الاختياري كده. عشان كده السؤال الأسئلة اللي كانت بتيجي لحضرتك قبل البرنامج يقول لك هو النصوص الشعرية بنختار واحد، مفيش الكلام ده. طب درسين القراءة بنختار واحد، ده كان على النظام القديم، إنما من أول امتحان البوكلت الامتحان كله إجباري، الاختيار يكون من خلال النقاط ليس أكثر. في أي ملاحظات عامة ممكن نقولها بعد نهاية البوكلت ده؟ احنا بتم بس الطلبة ان هي برضو تركز، تستعجلش، تركز في السؤال ويبعد عن التوتر ويراجع بعد ما يخلص مثلا البوكلت. يبدأ بالأسئلة السهلة بالنسبة له، لان في طلبة ساعات بتسيب سؤال ولا كيه انا جاب السؤال اللي بعديه ويروح سايب السؤال ويحل اللي بعديه وينسى خالص، وينسى بقى خالص حساب. لا، يراجع تاني بعد ما يخلص خالص، يبتدي يراجع كل سؤال كتبه ازاي عشان يطمن. والناحيه التنظيميه طبعا مطلوبه، مفيش مهمه جدا خاصه في الحاجات التعبير، اصل هو دلوقتي ما بياخدش كراسه اجابه، ده هو بياخد كراسه بوكلت، فالسؤال والاجابه مع بعض في المكان، فطبعا لازم يهتموا بالكلام ده. وبنقول لهم استثمار الوقت في الوقت ده، لازم ياخدوا بالهم جدا جدا من الوقت، ولازم ما يضيعوش وقت النهارده وبكره، ولازم الضغط النفسي يكون
مش موجود اصلا، مش هقول يكون خفيف، لا ما يكونش موجود اصلا، لان الامتحان بيبقى اسئله معاده ومكرره. ومن 2014 يا جماعه ما شفناش مفاجات في الامتحان، ما فيش الغاز في الامتحان، الكل يهدى والكل يطمن. طيب في الاربع حلقات بتوعنا طبعا احنا المفروض هنحل مع بعض اربع بوكليت، لا احنا بالاضافه لمعلومات اضافيه احنا هنقولها مع بعض. الطالب اللي بيتابعنا دلوقتي في الصحه والجمال وهو مش طالب عند مستر محمد السخاوي طول السنه او عند مدرس معين وعايز يعتمد على الحلقات بتاعتنا في المذاكره، هل ده هيبقى كافي ولا المفروض يذاكر حاجات تانية؟ طبعا لا شك ان هو يكون لازم ملم بالمنهج كله الأول. لان طبعا ده الماده عندنا فروحها كتيره تمام. فما يقدرش ان هو يرتبط باسئله معينه ولكن الاسئله تاتي على هذا المنوال وهذه الطريقه. جميل. انما هو طبعا لازم يكون فاهم الكلام ده. يعني هو لو مش مذاكر وانا بجاوب سؤال مثلا، ليه الصبي تمنى ان هو ينزل ويهبط الى القناه؟ عشان تبتلعه سمكه ليصفر في بطنها بخاتم الملك سليمان اللي عليها خادمين من الجن، فلازم الاحداث هو يكون عارفها اصلا. مذاكر الاحداث بالتفصيل مسبقا. بالتفصيل طبعا مسبقا. تمام. لا شك من انا بتكلم في اليومين اللي هم قبل الامتحان. انت بتضغط عليا في حته معينه وانا فاهمها. ان شاء الله يلتزم ويذاكر ويعمل اللي عليه. لا شك النهارده البوكلت اللي احنا هنقوله والبوكلت اللي هنقوله كمان في الحلقه اللي جايه وهنقول كلام عام جنرال بكره في الحلقتين بتوع بكره اذا ربنا احيانا وكان في العمر بقيه، لا شك ان هو هيكون فيهم حاجات كتيره جدا مهمه جدا وحاجات ان شاء الله نتمنى ان هي تيجي في الامتحان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لكل طلابنا ونرجو ان هم كلهم يكونوا استفادوا. زمان استفدت بالحلقه، انا مدرس انجليزي ومستمتع جدا بالحلقه مع مستر محمد السخاوي ومستر حسن الجزار، شرفتونا. وطلابنا الاعزاء استنونا بعد 10 دقائق في حلقه ثانيه ونشوف البوكلت الثاني مع مستر محمد السخاوي ومستر حسن الجزار. اتفضل فاصل.